فاذا اول شيء الاستنتاج الاول اللي صار، اولا في قصر نظر بمكان، وبمكان اخر في احتقان. مش قليل انك تشوفي هذا الجو اللي بتطلعي فيه بالاخر وبتقولي فاذا الناس تعيش فعليا بوضع محتقن، وانك تشوفي حتى يعني صاروا رجال الدين يلي فاتوا بشكل مباشر على المعركة. هذا شو بيقول لك بالاخر؟ شو بدي انا بالمسار تبعه وين الحق وين كذا، بس بيعطيكي انطباع ما بقى حدث الان. لا، الاحتقان صار كبير نتيجه ظروف كثيره. شو بدي امبارح كان العنوان؟ الظروف المعيشيه الضغطه، الامل المفقود بالمستقبل، الافق الضيق، وهذا كله يعني مثل ما بيقولوا الضيقه بتعلق يعني بتولد الانفجار. وهذا اللي عم بي اذا بدك الاستنتاج السريع اللي ممكن تاخذيه امبارح. ضيف عليه انه كمان في قصر نظر عند المسؤولين. طب هذا شو بيقول لي؟ بيقول لي لقدام انه انا ما بقدر كفي كتير بهذا الواقع كما هو، ما بقدر روح واستمر اندفع بحال يعني اللي عم بيراهنوا على استمرار الشغور الرئاسي والفراغات لقدام. هاي بتوصل، هاي يعني ما فيها تطول كتير ولا بتوصل على تفكك كامل. نعم. تسمع البطرك الراعي بيقول انه المواقع المسيحية اللي هي رح تشغر مارونية. اذا بتشوفي البعض يعني عم يبشر وبيقول انه بكفي شغور رئاسي او فراغ قد ما فينا. نعم. لحين بتقبله او ما بتقبله. وانه مثل ما صار بالسابق ايام لما وصل الرئيس عون. يلي هو الظرف ابدا ما له علاقه بهيداك. بتطلع بتشوف من هناك عم اقول لك الوضع على الارض ما بقى يحمل. بتموز ولا بصير لك هلا بعد شوي نحكي بالتفصيل فيهم، بتموز عندك الفراغ على مستوى حاكميه مصرف لبنان. لا حاكم مصرف لبنان مثل ما قالوا غنيني وغاون الرئيس يعني بري. يكتمل المشهد الرئيس الفراغ بيقول. هون الرئيس بري بيقول كما نقل عنه انه انا لن اقبل ابدا انه يكون الشيعي يلي هونيك ويستلم محله، مش وردي. وهيدي ما انا وردي ابدا. برافو، انا يعني هذا كلام بايده. بس كمان بالوقت ذاته للي حاولوا يفوتوا باتجاه التمديد لرياض سلامي، حتى لو لقيوا الظروف التمديد من اجل عدم شغور الموقع، مش ثقه فيه، بس حتى بس مش ثقه فيه كمان حتى لو جوني. لا 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 ما يعني في اللي حط ايده بايده وصلنا لهون يعني. خليني بغض النظر هذا مدان، بس انا عم بحكي هون عن مؤسسه بتنترك ولا اذا اللي عم بيراهن يقول لي على الفراغ بكفي لا يمشي الحال تقبل. يعني عم يحكي عن فتره سنوات، هو عم يحكي شو الحديث هذا، او انه عمل لي انت ما بتركب. فاذا قلنا الرئيس بري عم بيقول انه ما بتركب، ما راح يكون في بديل محله لو شو ما كان يكون ايا كان الظرف. بيقول انا بعرف حساسيه الشارع المسيحي، انا ما راح فوت فيها كرمال هيك. ولا في اسباب تانية وراء قد يكون، بس خليني اقول انه هاي ما بتركب اكيد برا مش راح يقبلوا كانوا فيها. وبالوقت ذاته التمديد لرياض سلامي، اولا اذا لقيت طريقه لانه هو ما في، نعم، اذا لقيت رياض سلامي لن يبقى لن يرضى، هو بده الحاج خلاص لحتى يهرب ويفل. فاذا عندك بتعرف شو يعني، ما عم نحكي عن مشكله كبيره، انهيار النقد، مش انهيار النقد، زواله في لبنان. عندك من بعدها رئاسه مجلس قضاء الاعلى، يعني عندنا سيناريو يلي اسوأ من اللي يلي هي ماروني عم بقول، يلي هي ماروني كمان عم بقول ليش البطرك عم بيقول هيك. وعندك من بعده قائد الجيش يلي بكانون الثاني بال 2024 كمان يشهر موقعه. شو عم بعمل؟ انا رايح قصد البطرك عم بيقول هيك، حقه يكون في عنده هذه المخاوف، مش هيك عم لك الشارع محتقن وتحديدا الشارع المسيحي. حقه البطرك صفير، البطرك الراعي يقول انه طيب ليش هالمواقع عم تتفرغ وناطرينها؟ هل بذريعة هيدي بدك تفضي هونيك لتوصل شو؟ اعادة طرح بناء دولة اخرى؟ الجواب اجى امبارح عن سمير جعجع. شو قال طرح امبارح سمير جعجع؟ قال اذا بدنا نروح لهون يعني الفيدرالية، نحن ما نروح ما تبحث انه نحن نكفي بمحل اخر. خليني اقول لك، ما بدي اقول لك هون يعني ما بكون عم بحكي سر لما بقول انا انه ايه الشارع المسيحي يعيش هذا الاحباط المتواصل الذي سينتقل الذي بينطلق بلحظة للانفجار وللانتحار، ربما يكون انتحار بس قابل انه ينتقل سريعا. طب شو دور بكركي اليوم؟ بس فقط يعني عند التحذير يقف هذا الدور؟ خلص هذا الموضوع. بكركي امبارح يعني فاتت بشكل مباشر بموضوع توقيف ويليام نون
بغض النظر عن المسألة صحيح عن الحادثة بحد ذاتها، بس هي مش بس مسألة هيدا شخص، مو يعكس، في ملف كتير هيدا كبير بيعكس، رئيس هيدا بيعكس مظبوط انه بالاخر نوع من الاحتقان الكبير. كما وانه مثلا على سبيل المثال طالما عم نحكي بهودي، طب اربع اب انفجار اربع اب بحجم اربع اب، طب كان في مسائل كثيره امنيه، طب ما حدا حكي فيها، اوكي مش الحال ما وصلت لمحل، طب انفجار بحجم اربع اب ما وصل لمحل، ضيف عليه انه يلي وصل له ربما انه المجلس القضاء الاعلى طلب كما وصل الى مسامع كركي، عم بنقول نقل عن ناقل، انه طلب رئيس مجلس القضاء الاعلى انه انا موافق على البيان بس ضمن معه انه التشديد على التاكيد و يعني الاستمرار بالمحاكمات بملف تفجير اربعة، يعني رفضوا له. شو السبب الانقسام الفعلي لمجلس القضاء هذا؟ مش انقسام، رفض انه يطلع لانه رفضوا يبندوا او يحطوا بند معه اضافي بموضوع وجوب السير، انه نكفي بالسير بالمحاكمات تبع ملف او السير فيه لتحقيقات اربعه، رفضوا انه يصير. كل هيدا بيولد عند هذه المجموعه او بيولد يعني بيولد مناخ غير صحي، مش غير صحي، خطير، غير صحي كلمه بطيئه، عم نقلل عم نخفف من وجه. لذلك انا عم بقول خليني ارجع لورا، انسحب من هاي الصوره واطلع لورا، اقول استمرار مستحيل، واللي بيعتقد انه في امكانيه انك تكفي بالوضع الراهن كما هو لاشهر ولسنوات هو واهم، وهو يعني عم مش عم بيقشع ولا عنده خبره ولا بيعرف ولا فاهم شو عم بيصير على الارض. بس بما انه بدانا بملف لذلك انا بدي اللي صار اللي صار، يعني كيف بتفسر الرئيس دري؟ لذلك بيقول كما نقل عنه اليوم كمان انه مستحيل نقدر نكفي بالفراغ الرئاسي لاسابيع، يعني الكلام هو اكثر غربيين يلي عم يحكوا بموضوع انه الانتخابات لازم تصير، انه بركي عن مؤتمر يلي عم نسمع عنه مش مؤتمر اجتماع يلي لهلا عم عمله غربي عربي اجتماع رباعي، بس يلي بعده يلي بعده افكار يلي بعد ما صار، وانا ما برايي بعد ما هلا اسمع اوضح من قال باخر الشهر الحالي الفكره موجوده، بس توقيتها له علاقه بتبلور نتائجه لهلا بتبلور نتائجه. ليه؟ لانه الموضوع الاقليمي بعد ما جهز، هذا مربوط بهذا، وهذا الاجتماع بس يصير بده يطلع بنتيجه مش بيصير لانه بده يصير. ف رئيس بري بيقول وانا اكيد معه بهذا الموضوع انه الوضع ما بيحمل، انا شو عم تحكوني اسابيع ما فينا نحكي من اكثر، البلد ما بيبقى، وطبعا الواضحه اكيد الصوره عنده بتكون لما عم بيشوف هذا الاحتقان الموجود على مستوى الشارع، هذه المخاطر يلي ممكن تروح عليها ويلي محتمل كبير انك تروح عليها باتجاهها. قلت لك قال انه لن اقبل انه يكون هذا الشيعي موجود هو يحل محل حاكم مصرف لبنان بكل الاحوال، اذا وصلنا بتموز هو بيقول انه ما بنوصل لاسابيع، ما تحكوني عن تموز، بس انه كان هالقد متشائم على فكره، مش متشائم والوضع هيك، والوضع هيك شو عم نحكي؟ كيف عم نهدي بال يعني كل يوم عم نفيق على مشكله اضافيه معيشيه واقتصاديه يلي ما بينحل غير لعمل تسويه وروح على انتخابات رئاسيه، ويلي مين مستعد ما عم ياخذ يروح لهونيك، اما مساله من اثنين، معتقد انه ربما قادر اعمل تغيير على مستوى تركيبه الدوله بهذا الفراغ، ويعني ودائما الصراع الماروني ماروني بيكون اداه ل او انه مساعد بهذا الاتجاه، وبرايي بيكون مغلط كثير لانه سمع الجواب نعم كلام يلي قاله امبارح عن موضوع الفيدراليه يلي انا ماني معه، كلام تصعيد، انا ضده، بس لكن كلام مقتنع فيه الشارع المسيحي اللي موجود فيه، وبالتالي هذا يؤشر لنفس غير سليم على المستوى الكامل، وبيخدك على محل كتير خطير كل الجو عم بقول، نعم. وبيسمح لك لهون تروح بهذا الاتجاه، ما يعني انه الاستمرار بالمكابرة والاعتقاد بانه نحن بعد عنا الدفاعات الذاتية لنقدر مثل ما كان عنا من 6 سنين او 7 سنين لما كان فراغ سنتين سنتين ونص، نعم. بعتقد بيكون عم يقرأ صح، مش قادرين، مش ممكن انه نكفي بهذه المدة الزمنية، وهذا اللي قاله الرئيس بري اليوم، يعني الوضع يتطلب تنازلات كبيرة اليوم، ذهب تجي حال تلاقي تسوية حل ما فيك مستحيل ولا ممكن انه يكفي كما هو ضيف